السلام على زينب الغريبة، السلام على زينب الكئيبة، أبكي على زينب الحورة وغربتها، أبكي على زينب الثكلى ووحدتها ووحشتها. يا زينب وين تروح الليلة؟ زينب وين تروح يا شيعة؟ وين تروح يا سادة عمتكم الليلة؟ زينب تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، غاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن ياوي يتامانا؟ قل لعلي إن عسعس الليل وهرى بذل وجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغض عن الأقدام، أجفانا. البارحة لسان حال زينب شو تقول لما تخاطب الليل؟ البارحة شو تقول له؟ تقول له يا ليل إن شانك تقدر، خلي يبقى ظلامك دور، يا ليل إن كانك تقدر، خلي يبقى ظلامك دور. أخبرك عمر أخوي حسين، باجر من آخر يوم، يعني هاليوم اي والله تدوس الخيل بالعاشور، تدوس الخيل بالعاشور، وبقلبه سهم مسموم. والليلة زينب، الليلة لسان حالها شي يقول؟ الليلة تتوجه ناحية النجف تقول له أبويا، قل له يا أبويا يا أبويا يا أبويا علي الليل هوى، والله هوى أبويا غريبة ومالي أحد، يا مغسل الزهرة البتول بظلمة الليل، حين رأيت الله حاضر دمعك يسيل، رأيتك ترى جسم الذي رضاه بالخير بالأعوجية، جسم أخويا راضي
قل علي علي يا نايم عسى النوم هنيه يا سالم عسى منك البليه تعنى وقوم يا حيدر لي تدريني يا ابويا يا ابويا هاشميه وايش تشتكي زينب هالليله ولمن تشتكي راحت ناحية النجف خلنا ويا زينب ويا علي قل ابويا يا ابويا يا ابويا ليلة راحة وهدوء وليلة وحشة يلا تأمل بيها تقل ابويا يا ابويا ابا موت يا ابويا ابا موت ابا موت يا ابويا يا ابا موت ايش يا زينب والله ابا موت يا ابويا ابا موت ولا انظر اخويا ينازع الموت لأنه ما أنسى قتل حسين تسارع القوم إلى سلبة هذا سلبة عمامته ذاك سلبة سيفة آخر أخذ قميصا أما بجدل لما لم يرى شيئا عمد إلى تلك الخنصر قطعها وأخذ خاتمه صاحب مقتل الحسين يقول جاء آخر لم يجد شيئا أراد أن يسلب سراويل الحسين يقول فوضع الحسين يده اليمنى عليها يقول قطعتها وضع اليسرى قطعتها أردت أن أنزع السراويل وإذا زلزل من السماء أغمي عليه يقول أفقت ماذا رأيت هكذا في المقتل ونقلا حتى عن أهل العامة يقول وإذا برسول الله وعلي وفاطمة أما الزهراء ابن وأم فقد جاءت ناحية ولدها نادت ولدي حسين من فعل بكذلك إش كثر يا ابني تعبت برباكني ولا ليل يا شمعة عيوني ويا عمود البيت يا ابني من المدينة الكربلة عني والهان على صوتك ورد سمعني ثم عمد القوم إلى تلك الخيام لسلبها لنهبها 200 طفل طفلة وامرأة على قلب زينب وين توديهم زينب لما داهم القوم تلك الخيام بالنار يا ناس يا عالم في أطفال ماتوا حرقا وأطفال ماتوا لهستهم الخير آه يا زينب وإذا النار تلهم الخيام إجت زينب إلى الإمام زين العابدين تقول لابن أخي النار النار وعندي أطفال ونساء وين أوديهم قال فروا على وجوهكن في البراري فررن على وجوههن لكن زينب كفيلة ومسؤولة عنهم قامت تجمعهم يمين وشمال فر من فر ومنهم الرباب
طلعت مذهولة مذهوشة وزينب تبحث عنها هالليلة. آه يا زينب تطلع وهي تنادي رباب أين أنت يا رب؟ وين شافتها زينب؟ مرت على خيام سألها عمة تبحثين يا أمة الله؟ قالت من هوان الدنيا على الله أن يخاطبني أجنبي. ما قدرت اختنقت بعبرتها زينب، رجال أجنبي يسألها. توجهت ناحية المدينة نادت يمه 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 يا يمه صوت الجان ما ينسمع سمعه والله سمعوا سمعوا طول الجان ما ينشاف شافوا يضربوني وابوي الفحل شتموا. ابحث عن امرأة ضاعت من عندنا، امرأة طلعت قال لقد رأيت سواد إلى جانب جسد الحسين ويعز على زينب. أن تتوجه ناحية جسد الحسين وبالفعل إجت زينب وإذا الرباب متربعة وما أخد عبد الله الرضيع مخلتنا بحجرها تقول لي يا رجوى يا رجوى بعدك بعد والوليت عقب حسين عيب أقعد تحض البيت يا ابن تموت يا ابن الكربلاء ابني عسل لا جيت يا ابن تموت يا ابن ما شربت الماء. زينب تقول لها رباب كسرت قلبي ماذا تفعلين هنا؟ يلا وين وياها وتأملها هناك الليلة زينب. روحي للخيام روحي للتل الزينبي وتصور زينب هالليلة من تلعى إلى تلعى. رباب رباب ماذا تفعلين؟ نظرت إليها سيدتي مولاتي يمهليني هنا يا الله. ليش؟ قلت لسيدتي أنا فارقت عبد الله عطشان وهذه ساعة رضاعة صدري يؤلمني. نادت يمي الولد راح الولد ما راح يرجع عبد الله يا رب. يم الولد راح الولد المنتهي زين المهد عبد الله ما أخذتها زينب ضمتها إليها إلى الخيام لكن أي خيام كلها محروقة. بعد زينب فقدت هالليلة طفلتين صغيرتين. آه يا زينب وطلعت تبحث عنهما يمينا وشمالا أين أنتما يا ابنتي رسول الله؟ وإن شافتهم أسألكم شافتهم على ناهجة الرمضة الصغيرة والكبيرة كل واحدة حاضنة الثانية وصدرها على التراب عطاشا. حركتهما وإذا بهما ميتتين. الله الله وين توديهم زينب؟ نادت يا أم كلثوم يا فلانة يا فلانة قوموا وين ودي الطفلتين؟ ماتوا ماتوا. يا عم يا عم يا الله على صبر زينب هالليلة. أخذتهما إلى الخيمة النساء الأطفال ما أن شاهدن تلك اليتيمتين ضجت الخيمة بمن فيها. وصل الخبر إلى ابن سعد. ما الخبر؟ قال له لبنتين ثنتين صغيرتين ماتتا من العطش
لأن لم تسقهم الماء لماتوا بأجمعهم كل الأطفال يموتوا. أمر 400 سقاء جاءوا بالماء يرجوك تأمل جاءوا بالماء بالقرب كل ما قربوا الماء من طفلة قالت شلون أشرب سيدنا مات عطشان. شيلوا الماء ودوه نشرب شيخنا مات عطشان. لكن طفلة أخذت الماء وطلعت من الخيمة زينب عيونها على هالطفلة بني حبيبتي وين رايحة بالماء يا. قلت لها عم أمهليني أنا رايحة إلى أبويا أبويا عطشان ومودى الماء إلى أبويا الحسن. طلعت تلك الطفلة وزينب وراها وين رايحة وين رايحة حتى وصلت إلى جسد الحسين امتدت بطولة تقول له أبويا 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 مو أنت عطشان ما عبد الله هذا الماء جاست الماء وحاست برد الحشاشة رادت نفس تشرب لأنها تقول حاجة شربت الماء لا والله تقول شلون أشرب أبويا مات عطشان أخوي عبد الله مات عطشان عمي مات عطشان. هذه بعد أخذتها زينب أرجعتها. لكن نسأل زينب نسأل زينب وحال زينب هالليلة بعد حرق الخيام بعد قتل من قتل وسبي من سلب نقول لها زينب زينب هذه كل المصائب عظيمة على قلبها وبالفعل عظيمة على قلبها. لكن زينب كانت صابرة تحملت. متى بكت زينب؟ بكت لما ناموا الأطفال هدأت الأطفال طلعت خلف الخيمة وجعلت تبكي لحالها. يلا نرجع زينب ويا علي توجهت ناحية النجف نادت علي علي أخويا ما بقى وضليت محتارة والمحتار يقصد صاحب الشارة قصدت المرتضى وعيوني تجارة. شكر على زينب هالليلة والله تحتار بالمصيبة هالليلة. يا زينب ثم كأني بها توجهت ناحية الحسين قلت لك روحي للتل إلى الخيام حتى تواسي يا نساء لتخلون زينب لوحدها الليلة سندوها. إجا الليل إجا الليل يا أبو اليمة إجا الليل إجال من حقتنا عي زينب لولا إجال ليل إجال ليل يا بوني يما إجال ليل بقيت بلا ولي وحدي بين الزلم والخيل إجال ليل إجال ليل يا بوني يما إجال ليل. وام عبد الله واي مهدى ترتل يا يما ترتل جلل جلل يا بني يما جلل. لكن عندنا سؤال لزينب. زينب انتي شفتين الحسين على واهجة الرمضاء ما رحتين اليه ما ظللتين هالجسد؟ قالت ما اقدر. ليش زينب ما تقدرين؟ قالت جليل والله وامسى الغروب ولا ادري بخي وقع يا صيوب عمية عيوني يا ناس ما اشوف يا ناس الليل
قبل وامسى الغروب ادربك متعب منهاك لكن ما احنا تعبان ينزل من زينب هالليله تقولي جلال الليل الليل, الليل اقبل وامسى الغروب ولا ادرب اخي وقع يا صوب يقولون حالي فت القلوب يقولون يقولون ظل عاري عاري بلا يقولون 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 وسط القلب مسيول بعد يا زينب قالت خيم يا حسين محروقة ولا هواد علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رططت الخيل يلا الخيم يا حسين سكرى رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت صدرك رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي ليال من العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوين خيم يا حسين محروقة وانا هواد علي الليل وراسك راح نص الليل يا ابن امي ولم طفلة فقدناها اثاري فرت بدهشة تحوم وما حد وياها وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفتها وياك ممتده وعلى خدها دمع حيسين خيم يا الله وراسك راح للكوفة وجسمك راح وين وديتينا يا زينب جبتها وياي للخيمة ولن اختاك تناديني يا زينب يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفلاني طلعنا نفتش الوادي ولا توجد درب عيني ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سهيل خيم يا محروقة ولا هواد علي الليل وراسك راح
والله كلماته مؤثرة، رحمة الله عليك يا من اللي عطيها. يا زينب يا شحجي لك يا نور العين، دهر الشام وازاني، أنا زينب أنا أم الخدم. شحجي لك يا نور العين، دهر الشام وازاني، وهضم الماجرة ولا صار بالمخلوق رواني. شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني، شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني، الكبير على الأخو حاني يضم عن وحوش الليل خيام يا نقول لزينب إذا الخيمة محروقة وين وديتينها؟ قالت وين أوديه؟ للخيمة المحروقة، للخيمة المحروقة، جبتهم يا عديل الروح وضجت عائلتك يا حسين كلها بالبكي والنور. اي قطرة ماي ما عدنا وعليلك بيننا مطروح، يتامى شاحن الخيمة وحريم مسلبة وعليل الخيم. يا الله تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة القشرة. تدري ليش نبكي وانا ابكي؟ لأنني نتصور زينب هالليلة لوحدها، مرة بين التل الزينبي ومرة بين الخيام، رايحة وجاية تدور عن أطفال عن نساء، ما حد وياها ما حد وياها، زينب لوحدها لوحدها تنادي يا ناس على درب حسين دلوني. اي والله تنادي يا ناس على جسم حسين دلوني. ليش يا زينب؟ قالت بروح للوالي بقول له سودت بتو. وصلت زينب لولاه، وصلت لأبو علي لولاه، وصلت. لكن شلون وصلت؟ نبغى نعرف شلون زينب وصلت إلى أبو علي. قالت سمعت يون وتقربت له، اي والله سمعت يون وتقربت له، لقيت الولي متوسلي أني، لقيت 1900 جرح لي، أشدني يا جرح يا جرح أخلي، كأن لسان حال الحسين يقلها كل جرح بعضاي أوفي، بس جرح قلبي اختداوي. تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة القشرة، ويوم 11 يوم الشهور ريت لا طلع فجره،
كشف لي الضوء ولا حياة جنايزكم على الغبرة. عجل خلونا نسأل زينب هنا. زينب بالليل تقولين ما شفتين زينب ما شفتين الحسين، لكن لما طلع نهار يوم 11 ايش شفتين؟ قالت نايم نايم اخويا شلون نومه، والله نومه نومه حر الشمس غير رسومه. يلا وين ويا زينب؟ اي والله حر الشمس غير رسومها. تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة تلقى شراب، ويوم 11 يوم الشوب ريت لا طلع فجرة. كشف لي الضوء ولا حد، آه كشف لي الضوء ولا حد، جنايزكم على الغبرة. وجتنا النوق مهزولة وحادينا يصيح نشيل يصيح نشيل، ما تقل لي يا اخويا شلون هالشيلة. ادور للحريم استور لو تركيب هالعيلة، ضاع البصر والتدبير اخويا وقلت الحيلة. واطفال فقدناها دفناها بلا تقصير، خيام يا أنا بختم يا زينب وأمها أمها مثل ما رحنا لعلي. خلنا نروح إلى الزهرة كأني بزينب في حيرة من أمرها، توجهت ناحية المدينة نادت يما يا يما يا يما يا يما يما ليش ما كنتي معايا بساعة الهجمة؟ يما دافع عسكر الظلاء ولا منهم غدت رحمة، لكن ما نسيتش يما. يما خيالك كان في عيني، ذكرت العصرة واللطمة، ذكرت الباب آه يا الباب كم فتح علي هوا. كأن لسان حال الزهرة تقول لها أنا يمك يما، أنا وياك يا زينب وينك يا زي يما؟ قالت انا يمك يا يما مو بعيده، انا شفت حسين من حزه ووريده. ثلاث ايام انا ساكن البيده، نوب انهض وادور 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 خنصريده. اي والله يا نوب انهض وادور جف عضيده. اه يا زينب. يا الله الهي بالحسين الوجيه وجدي وامي واخيه والتسعه المعصومين بنيه، الهي بجاه زينب بغربة زينب بمقام زينب تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، وارحم شهداءنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. إخواني الجمع سيكون للمأتم الجديد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وليلة غد إن شاء الله ولا بعدها القراءة راح تكون الساعة 6:30 إن شاء الله، الساعة 6:30 إن شاء الله. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أجب المضطرين يا الله.
إلهي تقبل عزانا، اشفي مرضانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، وارحم شهداءنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. جماعتي الحاضرين احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم اعمالهم. الى ارواح الشهداء السعداء ومن مات على الايمان نهدي الجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.